اتمنى يفوز بدوري ابطال اوروبا. برشلونه يا يوفنتوس ان شاء الله. برشلونه. ليفربول ان شاء الله هتفوز. برشلونه. المرشح الاقوى يوفنتوس عن كريستيانو رونالدو وبرشلونه. ارشح برشلونه ومانشستر سيتي ويوفنتوس. برشلونه يوفنتوس. شايف ان هو برشلونه عشان عندها عناصر يعني تقدر تكمل لغايه البطوله وتعرف تاخد البطوله. شايف ان يوفنتوس وليفربول لا تصعد. انا مرجح ان السيتي الصراحه. شايف ان صلاح قدر ان هو يقود ليفربول ان هو يكسب دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا صعب السنه دي. هو لسه ما عندوش خبره كافيه يعني. مش زي كريستيانو عنده خبره انه يعمل اي حاجه. ده ما عندوش خبره بس. مصر مشرفه بره وجوه وفي كل مكان. بالمستوى ده الحالي ما اعتقدش ان هو هيقدر يكون فريق كامل، لكن الفريق كله يشيل بعضه ان شاء الله وربنا معاه والجماهير كلها بتشجعه. السنه صعب، دور الابطال كله منافسه شرسه، في سيتي يوفنتوس برشلونه هم الثلاثه الاقوى. صعبه شويه يعني. محمد صلاح مش ليفربول ان شاء الله. انا حاسس متفائل كده ان محمد صلاح هيعمل حاجه هو والمدرب كلوب، وان شاء الله هيسعد ان شاء الله.